مرحبا. دايما نلتقى بناس بيخلونا نسأل حالنا ونسألهم شو قصتكن، ناس أنجزوا نجحوا أو عم يتحدوا حالهم كل يوم تيوصلوا لأهدافهم، ناس من خلفيات متعددة ومن كل المجالات صار اسمهم توأم للنجاح، ناس بالكواليس أو تحت الضوء، ناس أثروا بمجتمعاتهم مش بس على وسائل التواصل الاجتماعي، وبكل المهن خلقوا فرص عمل، وبمشاوير الحياة ما فينا إلا ما نسأل شو قصتكن. أنا زينة زيادة، وضيفي اليوم أول انطباع تركوا عندي إنه قاسي، صوته عالي، بضل معجوق وتليفونه ما بيهدى، رايح جاي وما بيوقف طلبات، وقليل لا يضحك. وبس عشت بعالمه لكم ساعة يلي هو تخبو، لقيت عصبيته جاي من صعوبة الحالات يلي عم يسمعها يومية، عجقته جاي من إرادة ليلاقي حلول، وكل طلباته وصوته العالي جاي من تصميم انه ينسمع ويتنفذ، لانه كتار بهالدنيا ما بقالن سند غيره. اكرم نعمي امين سر جمعيه اشرفيه 2020، اهلا وسهلا فيك. ميرسي زينه، ميرسي، اهلا فيك. بدي اعرف اليوم شو قصتك. بدي ارجع هيك لاخر جمله قلتها بالمقدمه، هو انه انت قليل تضحك، ليش؟ يعني كيف بدي كان اضحك لما نبوعك اليوم على بكره وعندي عشرات الطلبات بيصلوا لي على الواتساب وعلى التليفون، هيدا بده مساعدة، هيدا بده ياكل، هيدا بنته بالمدرسة، هيدا مريض. يعني بعدين العالم بتقلي أكرم أنت ليش عم تعمل هيك؟ الدنيا بألف خير، شوف المطاعم كيف هن مليانين، شوف هالدنيا كيف ماشية. بس الناس ما بتعرف، في كتير ما بيعرفوا إنه في قسم كتير كبير من المجتمع عايش بحتى أدنى درجات الحقوق المكتسبة ما عندها إياها. أنا كتير بنبسط إنه يكونوا المطاعم مليانين وتكون الدنيا ماشية، وكل ما أشوف مطعم مليان ببقى مبسوط، لأنه كتير منيح يكون في عنا مقتدرين عنا بلبنان هون، صحيح، يلي هن أكتريتهم بيساعدوا يلي مش مقتدرين. بس المشكل إنه هدول الناس بيمثلوا بس 20% من المجتمع، والطبقة الوسطى راحت بالمرة، بطل في طبقة وسطى. نعم. يعني نص الطبقة الوسطى عندهم يأكلوا بالبراد، ونص التاني ما بقى عندهم يأكلوا حتى ما في أكل بقى بالبراد. وهذا الشيء، هذا الكوتية اللي أنا بشوفه كل يوم، ومع كل هالشيء هذا يعني كيف بدي كان يعني تكونوا عم بتضحك يعني. بس أوقات هيك فينا نشوف ضحكتك وقت يكون في شيء عم يتحقق، أو في عائلة اليوم عم بتكون مرتاحة أكتر. رح نحكي أكتر بكل هول التفاصيل، بس تقدر أفهم شو قصتك بدي رجعك للبدايات، بدي رجعك للطفولة. أول شي خدنا عن نهار ميلادك، أي نهار خلقت وين؟ أنا خلقت ب 26 أيلول 1964 بالأشرفية، بماترنيتيري مو خليفة اللي هي موجودة اليوم، البنية بعدها موجودة بعبد الوهاب، بشارع عبد الوهاب بعدها. نعم. مين سماك أكرم؟ أول ما خلقت بخبروني أهلي أنه سموني هيثم. خيي الكبير، لأنه أنا الثاني الله يرحمه، أنا خسرته الله يرحمه، كان عنده صديق كتير عزيز اسمه أكرم، وضلوا علق عليهم قالوا لا بدي سميه أكرم، بقى سموني أكرم. بقى بجوز أول ساعة ساعتين كان اسمي هيثم. نعم. بعدين صار اسمي أكرم لأنه خيك الكبير سمك. عشت طفولتك كلها بالأشرفية؟ بالأشرفية من وقتها ما خلقت لليوم. بتزور البيت اللي عشت فيه؟ زرته من شي سنة، البيت بعده موجود، هذا بيت معمر تقريبا، أنا جدي استأجره على فسوح حد بناية اللي بيقولوا لراديو موليبان. هونيك خلقت وهونيك طفولتي، وجدي استأجره، ومن بعد ما توفى جدي بي تجوز وقعد فيه. نعم. لحد سنة 1972 بي اشترى شقة كمان بعيدة 500 متر بوجنة اليسوعية ونقلنا لهونيك. وين أكتر مطرح بطفولتك بتتذكر أنك كنت تضحك فيه وتلعب؟ لما كان ما علي مسؤولية، كان كل شيء، يعني كل شيء وصل لي، ما علي مسؤولية، ما عندي هم، ما عندي شيء. هذه هي أيام الطفولة وأيام البراءة. في مطرح بيعني لك أكتر يلي قطعنا فيه كتير أشياء، يعني كتير أشياء، هالعائلة اللي كان، هالعائلة الحلوة اللي أنا بقلبها، هالاجتماعات كانوا نجتمعهم، هال
هل كل هالايام الحلوه اللي قضيناها مع بعضنا يلي راحت اوام يعني. بس كنت بدي لك انه انت عم تحكي عن البيت وعن الطفوله، كنا عم نشوف صور، وبدي ذكر كل اللي عم يسمعونا كمان عبر صوت لبنان انه ضيف اليوم اكرم نعمه، وهو امين سر جمعيه اشرفيه 2020. اكرم، الروايح كتير بتطبع اشياء بذاكرتنا، شو هي الريحه اللي اكثر شيء بتردك على طفولتك؟ تعرفي أنا كنت روح، كنت معلق بست كتير، أمها لأمي، كنت روح نام عندها، كان بيتها على طريق الشام، كنت ولد أنا وكنت روح نام عندها، كنت نام حدا بالتخت. نعم. وكانت أكتر شيء بتعرفي الولد يعني بيروح لعن مطرح ما بيغنجوه بيطعموه بومبون وشوكولا، يعني عرفتي كيف؟ بقى كنت نام حدا، وستي كانت تحط هيك عندها مثل علبة مكياج، عم احكيك سنة الأول آخر الستينات، هيك في إلها بودرة، بتحط بودرة، كانت هيدي الريحة مرة شميتها مش من زمان، هيك رجعتني، مش معقول الذاكرة الأولفاكتيف قديش فيها ترجعك لأيام طفولة. هيدي الريحة مشاني ريحة على أيام ما كنت عم بقلك إنه بدون مسؤولية، بتحسسك بالأمان. مزبوط. كنت أقرب لأمك أو لبيك؟ كنت أقرب لبي، لأنه أمي كانت قاسية، الله يرحمها، الله يرحمهم اثنيناتهم. نعم. أمي كانت قاسية، قاسية دان لسانس انه يعني هي بدها تحب تربيني، وبي كان مثل ما بيقولوا قلبه طيب يعني، وما ما يرفض لي شيء. كنت بقى كنت اكثر خاف من امي من انه من بي، بان امي اللي كانت تقول لا وبي كان يقول ايه، يعني كانت ديسيبلين هي الوالده، ديسيبلين كانت عند امي. ايه بس مرقت كل هيدي الطفوله، اي متى حسيت انك كبرت؟ النهار اللي خسرت خيي. ب 16 شباط ال 84. وقتها كان عمري انا 18 سنه 20 سنه، كنت بامثل حاجه ليكون عندي خيي كبير. وخيي توفى بكريزة قلب بفرنسا هيك صدفه، بس وهيدا الشيء اللي خلاني احس انه انا صرت كبير وصرت لوحدي، يعني عمود وراح. هيدي كانت أكبر أكبر قصة بحياتي يعني، يلي هي بتفصل يعني. أنا لما أخبر عن حياتي بخبر قبل خيي ومن بعد خيي. شو هذا الإحساس إنه فجأة كل المسؤوليات صارت عليك؟ مش قصة مسؤوليات، ما كان علي مسؤوليات، بس إنه أنا بما إنه كنت الثاني، بما إنه أنا كان هو خيي الكبير، كل شيء بيمثل الواحد الخيي الكبير، كنت شوفه كان موديل لإلي يعني، أنا خصوصا أنه هو كان شاطر وأنا ما كنت شاطر كتير، كان لإلي مثل، وكانوا كل يقولوا لي بدك تصير مثل خيك الكبير، وسافر ونجح بفرنسا وكل شيء، وصار معه عطل بقلبه وعمل ومات فجأة. وقتها حسيت أنه أنا بطلت ولد، وصرت أنا الكبير بالعائلة يعني، يعني هيدي مسؤولية على كتافي كانت يعني. أخواتي كانوا بعدهم أنا بيفرق بينه وبيني 6 سنين، وبعدين عندي خيين بيفرق مع 4 سنين و7 سنين يعني. أنا كان عمري 20 وهن كان عمرهم 15 و12 سنة. الله يخلي لك إياهم، الله يحفظك. فأنتوا اليوم 3 شباب. نعم. هذا الإحساس بأنك الخي الكبير صرت، لأنه انفرض عليك تصير الخي الكبير، حملته معك خلال حياتك كمان؟ لكن لليوم، لليوم لكتير من الناس. أكرم، مرقت مرحلة الطفولة وفجأة حسيت حالك كبرت، بس كمان بجيلك طفولتكم إذا بدك انسرقت بمطرح من المطارح، لأنه غير التراجيديا اللي صارت معك بالعائلة وفقدت خيك، قبلها كان بلشت حرب. مزبوط. والطفولة كمان تأثرت وبمطرح انفقدت بهذا المطرح. بتذكر كيف عرفت أنه بلشت الحرب وقد كان عمرك؟ كنت عند شاب صاحبي عم زوره، كان ب 13 نيسان 1975. وقتها كنت عنده بالبيت، بيته على شارع المطران غفرائيل. نعم.
بتلفن امي بتقول لهم خلي يجي اكرم هلا في شيء في مشاكل. ما كنت بعرف لا شو مشاكل ولا شيء، انا كانوا يقولوا فلسطينيه وفدائيين واتسترا، ما كنا نفهم شيء. بقى قالت له خلي يرجع على البيت هلا، وقتها خبرتني انه في مشكل. نعم. مش فاهمين شيء من شيء، انا وجيت كنت زعلان انه جاي، كنت عم بلعب مع صاحبي يعني. من وقتها بلشت كان عمري انا 11 سنه. ضليت تلعب او وقف اللعب بهالمرحله؟ لا ضلينا نلعب لانه ما عندنا هم، ما عندنا شيء يعني، مش فهمانين شو عم بيصير. وانا مثقبه انه بيتي بيت اهلي بجنين تلاسوعيه. نعم. بقى عندنا كانها جنينه كانت لنا يعني مثل كانه بدي اقول لك يعني ديزني لاند يعني. نعم. يعني فيها المراجيح والتوبوغان ونلعب قله وهيك قضينا وقتنا يعني، بين ما نروح على المدرسه ايام نعطل المدرسه لانه يكون في مشاكل، بس ما كنا فهمانين شو عم بيصير يعني. للصراحه مش يعني مش فهمانين شيء من شيء يعني. بس شوف انه اهلي نقزنين اكثر وينتبهوا اكثر، هذا هو اللي فهمته يعني. اضطريت بمرحله تحمل سلاح؟ نعم حملت سلاح كان عمري 16 سنه، بيي كان عنده اخر بيت ببلوني هونيك تعرفت على الشباب. نعم. وبتعرفي كيف كان الجو هونيك، كان عمري 16 سنه انا، بلشنا ندخن. بلشنا حس حالنا انه شوي كبار وكنا بلشنا نفهم اكثر شو عم بيصير. بقى هونيك كان عمري 16 سنه وحملت سلاح. انا لما اشوف انه ابني لما كان عمره 16 سنه هو نايم بمرق لعنده بالليل ثلاث مرات لغطيه، واذا بيتاخر نص ساعه بجن، كيف تا بصير اقول نحن لما كان عمنا 16 سنه كيف كنا؟ عن جد كيف؟ ايه يعني بهالمرحله حتى الواحد ما بحكي يعني نحن كبرنا قبل بوقتنا يعني. احنا خلقنا بوقت غلط يعني، بهالوقت هيدا اللي خلقنا فيه ونفرض علينا الامور هيك يعني. صح. اي متى خلصت عندك الحرب؟ حرب خلصت عنا كنا بسنة التسعين، مثل ما رح نقرأ بكرة بكتب التاريخ ومثل ما هو التاريخ مزبوط. نعم. بس هي الحرب منا حرب، منا قواص ومدافع. الحرب بتكون بقلبك يعني، الحرب بتكون بالأفكار، بقبول الآخر أما عدم قبوله، هذه هي الحرب. وبعدنا عايشينها لحد اليوم، إن شاء الله نطلع منها شي نهار إن شاء الله. بكل المرحلة هيدي اللي فيها كان مأساة بقلب العائلة، واللي فيها حرب عم بدق على الباب، وقدرت تكفي علمك؟ ما كتير، لأنه كنا أنا كنت بالجمهور. نعم. بعدين طلعنا على بلونة، بي حطني بالمولسال وبرمت لي شي مدرستين ثلاثة كمان، ما أنه يعني ما كنت شاطر، ما كنت عادي كتير يعني، بس أنه كنا كلنا هيك يعني. كنت تشاغل؟ مرقت على الحكمة سنة. كنت تشاغل بالمدرسة؟ بيقولوا انه كنت شاغب ايه يعني، بس انه ماشي مهم يعني. ماشي مهم بالمدرسه. لا والمرحله الجامعيه؟ المرحله الجامعيه من بعد ما خلصت بعد جهد جهيد اخذت البكالوريا دوزيام بارتي، وقتها توفى خيي، فت على الجامعه عملت سنه والسنه الثانيه حقوق باليو اس جي، وبعدين موتت خيي ضربتني. ضربت العائله كلها، وكنت بحاله نفسيه كثير عاطله وما كفيت علمي. رحت فتحت توظفت شي شهر. نعم. بشركة سفريات بالصدفة. ومن بعدها شفت انه حبيت هالشغلة هيدي، فتحت شركة سفريات، ضلت 30 سنة. 33 سنة. نعم. سكرتها من شي سنتين لانه ما بقى عندي وقت اشتغل. هلا خلال حلقتنا اكيد رح نحكي اكثر كمان عن المرحله المهنيه بحياتك وكل هودي التفاصيل. بدي ذكر انه ضيفي هو اكرم نعمه، امين سر جمعيه اشرفيه 2020. شو كان حلمك انك تكون يعني لو كفيت دراستك، غير انه كنت ناجح بعالم الاعمال وهلا بنحكي اكثر، شو كنت تحب تكون؟ هيك لما فت عملت حقوق، ما كان انه انا بحب الحقوق، لانه فت هيك يعني ما بعرف كيف شفت حالي انه انا باول سنه حقوق. نعم. شفت انه هيك شو اللي بيناسبني اكثر شيء نقيته، ما انه كان عندي حلم انه اكون محامي اما شيء. ما يعني انا وصغير ما كنا نحلم كثير بتعرفي، ما كان عندنا يعني، لما كان عمري 17 كان همنا يومك يومك، ما كان همنا، ما كان عندنا حتى اللوكس انه نعمل بروجكسيون لقدام ونحلم لقدام شو بيصير فينا. كنا عايشين بين الملاجئ والحروبة وروح وتعا وغير مدرسة وهيدا مات وهيدا ما مات، هيك كنا عشنا بهالفترة هيك يعني. شو بدي أقول لك،
ما كان عندنا هاللوكس انه نحلم هذا هو. يعني ما بعرف كتير كتير انسرق منكم اشياء بمرحلة أكيد. مش بس جيلكم، بفتكر كمان الاجيال اللي عم تلحق للأسف اكيد. نحن كل مرحلة الحلو اللي رح نحكي فيه اليوم هو كيف الواحد بيتطور من مرحلة لمرحلة، كيف حتى لو كان عم بيمرق بمأساة أو عم بيمرق بمراحل كتير صعبة بحياته كيف بيقدر يتخطيهم، كيف يقدر ينجح وينجز وبمطرح يكون مثال لغيره. إذا بدي أسألك اليوم عن شيء بتتمنى أنك ما تكون عشته بهالمرحلة، شو هو؟ هالقلق يلي كنا نعيشه كل يوم، القلق على بكرة، هالقلق يلي كنا نعيشه كل يوم، ما كان عنا مثل ما قلت لك ما كان فينا نفكر لقدام. يعني هيدا الشيء كان يضايقنا، وكنا عايشين بجو ببلد يعني فيها شريعة الغاب، بتعرف الحرب كيف بتكون؟ ما في يعني مثل ما بيقولوا سان فوا ني لوا، يعني ما في شيء. هيدا هو اللي كان يزعجني كتير. وإذا بقلك اليوم شو التروما يلي أنت حملها وما بدك تعمل المستحيل تما تنقلها لأولادك أو ما يعيشوها؟ هذا هو، يقدروا يتطلعوا لقدام ويعملوا مشاريع لقدام. ولادي أنا منهم هون هلأ، حني برا مثل كل ولادنا. نحن صرنا هون بالأشرفية ضيعة ختيارية، يعني منشوف بعضنا من 90% منا ولادهم مش هون. أنا بدي هون أنه يرجعوا على لبنان، وأنا برأيي انه اكيد ما يعيشوا اللي نحن عشناه، ويكونوا يعيشوا طفولتهم والمرحله المراهقه تبعيتهم مزبوطه. بس انا من يلي بيقولوا ومقتنع 100% انه ما في خلاص لهالبلد غير برجوع اولادنا على لبنان. هن الامل الوحيد يلي باقي لنا، غير امل ما في عنا. كل هالطبقه يلي عنا من هون ل 103 سنين لورا، من وقتها ما خلق لبنان، هيدول عملوا كتير أغلاط، وما في غير هيدا الجيل يلي هو مسقف جيل أولادنا يلي هو رح يرجع يعمر لبنان. إذا ما هو عمر لبنان ما بقى في لبنان. بتعرف بتحكي هيك شوي بغصة، بس بعرف أنه عندك أمل كبير، عندك وعندك إيمان كبير، يعني عندك حتى إيمان بالإنسان، وهذا أكيد رح نحكي عنه أكتر اليوم. بس نحكي عن التروما وبس نحكي عن الطفولة، لأنه بعتبر مثل الكل عم يسمعونا وعم يشوفونا، لازم نعترف أنه في مشاكل، لازم نعترف أنه في تروميات حمينا. يعني أنه الإنسان يحكي عن الحالات النفسية اللي هو مرق فيها هو شيء لازم يتعمم. يعني وقت أسمع شخص عم بيقول لي إيه أنا صار معي ديبرشن، ايه انا زعلت، انا هيدا المرحلة كنت بتمنى معيشة وما بدي انقلها لغيري، بفتكر هيدا هو كمان المساج، انه لازم نهتم. بس انت لما الواحد يكون عنده تروما، عندك شغلة من الشغلتين، يا بدك تضلك قاعدة بهالسيركل بقلب التروما هيدا، يا بدك تطلعي منها. ايه؟ انا من الناس يلي كل ما يصير، كل ما تكتر المشاكل علي، كل ما يصير عندي امل اكتر، كل ما قدر فتش على شباك اطلع منه. هيدا هو مشان نتقدم، لأنه ما فينا نعيش بالماضي. العيش بالماضي بده بيوجعك وما رح يخليك تقدم لقدام، ونحن ما عنا اللوكس أنه نعيش بالماضي، مجبورين نتقدم لقدام، خصوصا بهالأيام. ما بقى عنا هالرفاهية أنه نقعد نحكي عن أمور الماضية. أمور الماضية لازم تكون درس لقلنا، ومن هون ورايح نشوف كيف بدنا نفتح بواب وشبابيك مشان لحتى نتقدم لقدام، لأنه ما بقى عنا غير شوا. أكرم نعمة اللي بيعرفك بيعرف قد أنت منخرط بالعمل الإنساني والاجتماعي، وهيدا كمان كان سبب من الأسباب اللي أنت أمين سر جمعية أشرفية 2020 اللي هي بتعنى بالعمل الإنساني والاجتماعي. هل اللي عم تعمله اليوم هو توبة أو تكفير أو شيء ثالث؟ فكرت فيه هولي، هي في منا توبة وفي منا تكفير وفي منا أكتر. برجع كمان على موتة خيي يلي كنت حابب انه يكون حدي لحد اليوم وهو منه حدي. كون انا ما بعرف العالم كله يلي بتعرفني بتعتبرني انه انا خيو الكبير، وبعطي هيدي الامبريسيون هيدي،
بجوز كمان فيها توبة وتكفير. مزبوط. وأنا كمان من بعد الحرب كنت كثير مزعوج، موتة خيي كثير زعجتني، ورحت عند يعني عند طبيب نفسي وتعالجت عنده مشان لحتى لي جرب اطلع من هالديبريسيون يلي انا كنت فيها، يلي هي موتة خيي يلي ذبحتني. انا كثير فخوره بس اسمع حدا عم بيقول ايه رحت وقصدت اني اكيد اني اتعالج او اني قصدت شخص متخصص يقدر يساعدني اتخطى هذا المرحله. اكيد مشان لحتى لي قدر اتقدم لقدام، والا كنت رجعت لورا وخلص يعني. كان ما كان كنت وصلت لوقت ما عندي بقى امل ولا عندي ولا كان عبالي حتى انه اقوم على بكره من الفرشه مشان لحتى لي واجه الحياه يعني. لانه اعتبرت انه كل شيء تهبط عندي، حتى بالبيت يعني امي وبيي واخواتي، يعني كانت مصيبه كثير كبيره علينا. وبعدها هلا من بعد 40 سنه بعدها سكينه بقلبي. سلمت قلبك. رح نسمع هلا شهاده من نايب نديم الجميل يلي كمان هو من اللي اسسه اشرفيه 2020. هو مش من اللي اسسه، هو مؤسس اشرفيه 2020. نعم. ووجود اشرفيه 2020 الفضل للشيخ نديم. خلينا نسمع نديم الجميل شو عنده يقول. السؤال ما لازم يكون ليش اكرم نعمه باشرفيه 2020، السؤال هو ليش أكرم نعمة وأشرفية 2020 هالقد بيلتقوا مع بعضهم؟ اثنيناتهم كانوا توأمين لا ينفصلان بكل المراحل اللي مرقت فيهم أشرفية 2020. من وقت ما بلشنا بال 2012 لحديد اليوم، أكرم نعمة كان دايماً بكل مرحلة موجود عم بياخد أشرفية 2020 من محل إلى محل آخر. كل المشاريع اللي انعملت من البيدستريان دايز، من الـ يعني نهار المشاة اللي كان ينعمل بالأشرفية، إلى كل النشاطات اللي انعملت وصولا إلى مساعدات يلي قامت فيهم أشرفية 2020 من بعد ثورة 17 تشرين ومن بعد الأزمة الاقتصادية، كان رواد المشاريع اللي كان عم يطلع فيها هو أكرم نعمة. ومن ثم من بعد انفجار البار وكل المساعدات اللي قامت فيها أشرفية 2020، إن كان على صعيد إنساني أو حتى إن كان على صعيد إنمائي، يلي ساعدنا فيهم كذا بيت كذا شقة تكسرت وإلى ما هنالك، كان دايما وراء هيدي المرحلة وهالمشاريع أكرم نعمة. واليوم بكل المشاريع اللي اليوم عم ترجع تنخلق وعم تتطور على الأرض، إن كان موضوع نيبرهود ووتش، إن كان موضوع أشرفية 2020 للطبابة، إن كان موضوع أشرفية 2020 للعلم والدراسة يلي هو كان يلي اليوم عم بيتطور، أكرم نعمة هو اللي كان وراء كل هيدي المشاريع وسند أساسي لهالمشاريع. فاليوم أنا بالنسبة لي أشرفية 2020 وأكرم نعمة توأمين لا ينفصلان، وبدي أشكره بهالمناسبة يلي اليوم موجود معكم، بدي أشكره لكل شيء عطي، مش بس لأشرفية 2020، بس للأشرفية ككل، لكل سكان وأهالي الأشرفية، لأن هيدا الزلمة رجل الظل، رجل يلي يمكن كتار ناس بيعرفوه وكتار ناس بيعرفوا قديش بيعطي من قلبه ومن اندفاعه ومن حيويته كرمال كل أهالي الأشرفية وكل أهالي بيروت. فهيدا نموذج، هالشخص هو نموذج للعطاء، للاندفاع، للروح يلي بتخدم المواطن بدون ما تسأل شيء بالمقابل. فبدي بس أشكر أكرم نعمة اليوم هيدي فرصة تأشكره، تقول له يعطيك ألف عافية، تقول له نحن ارتكازنا عليك بالأشرفية، مش بس بأشرفية 2020، أشرفية بتشبهك، أشرفية أنت من عواميدها الأساسية، وأشرفية 2020 بتشكرك لكل شيء عم بتقوم فيه. ومن هون بحب حيي كل يلي قائمين أيضا على جمعية أشرفية 2020 ويلي عم بيقوموا اليوم بمشاريع رائعة وجيدة، إن كان موضوع نيبرهود ووتش يلي اليوم نحن بحاجة لكل واحد من أهالي الأشرفية لنقدر نستمر ونكمل، إن كان موضوع الإنشورنس يلي أشرفية 2020 وضعت بلان للإنشورنس بأوطى تسعيرة اليوم ممكن تكون موجودة على الأراضي اللبنانية، وعلى فكرة مش بس أهالي الأشرفية بيقدروا يستفيدوا منها ولكن كل أهالي لبنان، إن كان لبنان كل سكان لبنان، إن كان لبناني وغير لبناني بيقدر يستفيد من هالبرنامج هيدا يلي اليوم هدفنا
بمكان معين، قد ما الدولة تكون عم بتقصير نحن نكون عم نعبي الفراغ يلي الدولة مقصرة فيه. اليوم الدولة ولا عم بتأمن ضمان ولا عم بتأمن وزارة، ولا اليوم الشركات الضمان عم تقدر تأمن بلان بسعر كتير مخفض. فنحن حبينا كمان نعبي هيدا الفراغ اللي كان ناقص ونوقف إلى جانب المواطنين والأهالي والسكان. فكل هول المشاريع ركيزتهم ومساندتهم والاندفاع الأساسي لهم هو أكرم. وأيضا كمان بفتكر هو بيقدر يخبركم أكثر كمان عن موضوع المدرسة اللي عملها المدرسة من بعد المدرسة، وعن كل المشاريع اللي اليوم حطينا على السكة ومستعدين كأشرفية 2020 أي مكان وجدنا فيه وأي مكان الدولة أثرت فيه نحن جايين نعبي هذا الفراغ. ف بدي لكم يعطيكم العافية، بدي أقول لأكرم بهنيك وبهني صوت لبنان على اختيار أكرم لهالبرنامج، وإن شاء الله منضل كلنا سوا عم نطلع على القمم سوا. وشكرا أكرم. سمعنا شهادة من النايب نديم الجميل، قدي حلوة كلمة يعطيكم العافية. تنبلش من هون وقت حدا يدلك يعطيك العافية. هيدا الشيخ نديم حبيب قلبي، يعني نحنا فخورين انه هو بيمثلنا بالاشرفيه بكل شيء. هو بيمثل من طاقه، من ادميه، من نظافه، من شفافيه، من شغل. نعم. انا نديم لإلي شهادتي مجروحه فيه، لانه هو يعني بعتبره مثل كانه خي صغير. والله يخلي لنا اياه ويضلوا على راسنا بالاشرفيه، لانه هو يلي على رأس أشرفية 2020. هو يلي لما طلع نائب سنة 2009 حب أنه يعمل شيء للأشرفية، ومشان هيك جمعنا، مشان لقدرنا عملنا أشرفية 2020. وكل اللي عملناه بفضله لقله هو، وبفضل كل هالأكيب يلي بالأشرفية 2020، يعني على رأسهم مدام كارول بابيكيان كوكوني والأكيب كلها يلي موجودة يلي بحييهم. أكيد نحن كمان من حقيقيهم. وبدي أسألك بس كيف بلشت القصة تبع أشرفية 2020 وليش أشرفية 2020؟ سنة 2009 طلع الشيخ نديم نايب بالبرلمان لأول مرة. نعم. فكر أنه بده يعمل شيء أنه غير ما نحن معودين على النواب يلي هن مقضينا يعني يعملوا أشياء يعني بسيطة. حب يعمل شيء بالأشرفية. جمع تقريباً 40 50 60 شخص بأوتيل جابرييل وقتها. نعم. واجا قالنا، انا انعزمت وقتها كنت موجود بين المعازيم، واجا قال نحن عم نفكر نعمل شيء لحتى الاشرفيه تضل حلوه وتصير احلى. وكان عندنا مشاريع سميناها 2020، لانه كنا سنه 2012 وكنا عم نشوف انه من هلا لثمان سنين كيف عبالنا تكون الاشرفيه. ونجحنا كثير وعملنا كثير كثير مشاريع، والعالم حبتنا واخذنا مصداقيه كتير كبيره، من البيدستريان دايز مثل ما قال، للنشاطات الثقافيه، لزرعنا البلاكين، لاشتغلنا فريمون. كنا كلنا قلب واحد نشتغل، والعالم كانت تحبنا وكان عندنا مصداقيه كبيره، لحد ما اجتنا بلشوا المصايب يجونا سنه 2018، وثاقبت انه 2020 طلعت من أسوأ السنين بتاريخ لبنان الحديث. يعني ما كان فينا نعرف هالشيء يعني. بس محافظين على الاسم، محافظين على الاسم، وعزيز علينا كثير الاسم. هلا اكيد انت جيت على ذكر كارول بابيكيان كوكوني، وهي كمان كان عندها هيك شهادة تعطيها، وشوي خبرتني شو أكتر شي بتتذكروا عنك. أكيد كارول رح نبقى نسمعها ونشوفها بشهادتها، وهي رئيسة جمعية أشرفية 2020 مثل ما سبق وذكرنا. ميرسي. سوفينير، الأول سوفينير عندي هي من أكرم، إنه كل ما نعمل نحن نهار بلا سيارات وبديك قرش من غيمة لأنه السبونسرز منهم كتار، وعم نبيع الخيام، يعني عم نأجر الخيام بأسعار ديجا كتير قليلة بسيطة. أكرم، وين في حدا عايز وما قادر يدفع يجيب لي إياهم؟ يقول لي هيدي حرام عطيها خيمة لأنه عم بتبيع إشا، وهيديك حرام لأنه بدنا نشجعه. يا عم يا زلمة، بدنا مين يشجعنا نحن؟
ونرجع نقبل لأنه ما فيك تقولي له لا لأكرم. فهذا أول سوفينير وقتها كان يعني يتدخل بالمشروع بس ليجيب لنا ناس معتزين ويحطهم معنا ويشجعهم. بعدين شو صار فيه؟ صار فيه الثورة والكريزة بال 2019، وهون بتشوفي أكرم مثل ما كان بقبل، يعني إنه ماشي الحال بس يروح ينبش على المعتز ليساعده. هلأ صار بقى يقلنا أنا بالمحل عندي بشوف هالناس يلي معه ويلي ما معه، كل العالم صارت متضايقة، أنا برأيي لنحسن نمط الحياة مثل ما هو الهدف بالجمعية لازم نبلش نساعد العالم بأكل بشرب بصابون بشامبوان، يجن ويزعل لأنه يشوف ناس حواليه يعني أقل شغلة عايزينها. ونحن نقول له يا أكرم مش شغلة شغلتنا، نحن أكو جمعية مش جمعية خيرية أبدا، بده يعملها. وبتعرفي بس يكون واحد رجال ولا مرة، يعني إذا كان عنيد وعنده شكل فكرة براسه بده يعملها. بلش قلنا أنا رح بلش بمحلي اللي هو ببيع فيه بروكات، يعني استرجيو منا شغلة ولا سوبر ماركت ولا ميني ماركت ولا شيء، ببيع اشياء حلوه وقديمه. بلش يشتري ويقول لاصحابه وللجيران ولكل واحد باسرز باي، ونحن صرنا كمان اكيد انضمينا لهالحركه، انه شوي شوي صرنا نشتري اغراض ونساعد العالم. ومن هون لهون بتعرفي بيقولوا الافيه بالدناج، فتحمسوا لأنه he inspired people، يعني هو الشيء الحلو بأكرم أنه هو بيتحمس وبيحمسك معه، مش أنه هو يتحمس ومشي لوحده، لا بيحمسك معه، تشوف حالك أنه لا مش ممكن ما ساعده واتفرج عليه وقال له يعطيك العافية. فهيك صار وبلشنا وتغيرت، يعني هو كمان لتحسين نمط الحياة بالنتيجة الهدف هو ذاته وبالأشرفية 2020، بس لأنه نمط الحياة وطي كتير صرنا عم نحسن بمساعدات، وبلشنا نساعد بالأكل وساعدنا بالجامعات وبالتدريس بالمدارس وبكل شيء. ومن وقتها للصراحة يعني في كتير ناس ممنونين، ونحن لقلنا أكبر إنجاز وأكبر ريورد بس نشوف هالناس إنه مش حالهم رأس عنه، يعني من وراء الكوش اللي عطيناهم. وأوقات بيجوا ناس بيقولوا لي هيدا ما تساعدوها لأنه في غير ناس عم بيساعدوها، قلت لهم بقول لهم إنه نحن كلنا لازم نساعد بعضنا، وإذا شو عم نعطي نحن بنعطي شوي وخلي غيرنا يعطي شوي كمان، لأنه ما فينا نقوم بعائلة بكاملها، يعني إذا حدا ساعد كمان كتر خيره ليش لا؟ مش هون تيقولوا لنا ميرسي وكتر خيركم بس، بدنا اياهم هم كمان يغيروا طريقة التفكير تبعهم، طريقة التصرف، ويحسوا حالهم انه هم كمان part of this movement. فهلا بدنا نعمل حملة نلم من الكل ونحسسهم انه هم اللي عم بيشتغلوا معنا لنجاح المبادرة. هيدي اشرفية. لكل اللي عم بيسمعونا ويشوفونا بذكركم انه ضيفي لليوم هو اكرم نعمي امين سر جمعيه اشرفيه 2020، وكنا عم نسمع شهاده من رئيسه جمعيه اشرفيه 2020 كارول بابيكيان كوكوني. خلتك تضحك كارول، يعني شفنا ضحكتك اكرم نعمي. هاي كارول بالشهاده اللي قالتها كارول عنك. هاي كارول الماما تبعيت الاشرفيه كلها على سلامتها الله يخلي لنا اياها. وكارول انا وياها يعني تيم، اشتغلنا كتير مع بعضنا وايام كتير نتخانق مع بعضنا، بس منضلنا نحنا في المحبة اللي بتجمعنا كتير كتير كبيرة، والمعزة اللي عندي اياها لها كتير كتير كبيرة، وبفتكرها شيء متبادل كمان، وانا كارول بعتبرها من عائلتي وهي بتعتبرني من عائلتها. وانا انبسطت فيها لانه خلت هيك البسمة تصير على وجهك، وحلو حلو هيدا الروحية اللي كانت عم تحكي فيها كارول، انه انت بتروح بتنبش على الناس وبتصير اذا بدك ال 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 ما بتورط حالك بس بالخبريه، بدك تورط الكل معك، يعني ما بيقدر يتفرجوا عليك شو عم تعمل. انا عندي حاسه كتير كبيره، انا كتير عشت على الطريق من انا وصغير، يعني قلت لك لما قلت لي ايمتى حملت سلاح كتير عشت على الطريق وكتير عشرت العالم وكتير بحس بالناس. يعني بلشت حس انا
انه في ناس كتير تعبانة بالاشرفية، بينما وقتها كانوا كل شيء مزبوط. سنة 2017 و18 كانوا العالم البنوكي والفوايد وكل شيء كان مزبوط، بس انا كنت عارف انه في شيء مش مزبوط. على كل انا كاتب على فيسبوك سنة 2018 انه بده يصير في ثورة وبده يصير في كولابس بلبنان، مش معقول تضل الدنيا هيك. انا كنت اكيد انه مش معقول تضل هيك، بده يصير في شيء، لانه ما فيها تكفي هيك، في كذبة كبيرة مش معقول تقدر تكفي. وقتها عملنا الكامباني للشوب لوكل مشان هالتجار الصغار يقدروا يشتغلوا، هذه الكامباني نجحت كتير. كنا نحس انه في ناس تعبانة. انا مرة كنت عم تلفن لشخص صديقي عنده محل، تلفنت له ما كان يرد التليفون، قلت له ليش ما عم بترد علي؟ قال لي بدك اقول لك صراحة لانه اجت الفاتورة وما قدرت دفعتها. يعني زلمة عنده محل. وقتها قررنا بأشرفية 2020 نعمل الدعم للتجار الأشرفية، وهيدا كتير نجح، وزرنا فوق 128 تاجر ومنينهم دعايات لدرجة نجحت. كانوا ناس يقولوا لنا انه وقفوا لنا الدعاية لانه مش عم نلحق بقى زبونات. بقى انا عندي حس الطريق وعندي حس الناس. نعم. وبعتبر انا شخصيا يعني انه انا ما فيني يكون مرتاح اذا جاري منه مرتاح. هيدا هو نحن هدفنا بأشرفية 2020 تحسين وضع الأشرفية. ما فينا نحن نكون مرتاحين أما نحن نكون شبعانين وجارنا جوعان، هيدا الإكواسيون ما بتصير. واشتغلنا وبعدنا كلنا بنشتغل على هالشي هيدا، حفاظا على كرامة الإنسان، حفاظا على كرامة الإنسان، حفاظا على كرامة الإنسان. بيستفزك كتير هيدا الموضوع، وهيدا هو شوف حدا عايز، شوف حدا مش قادر وهو قادر، لانه انا رح ارجع اقول لك شو قالت كارول، شو قالت كارول وشو بيقول نديم وشو بيقولوا كلهم. اشرفيه كل مره برجع بعيدها، اشرفيه 2020 منا جمعيه خيريه. ما حدا يقول لي انتم جمعيه خيريه، نحن عائله. صرت قايلها 100 مره هالشغله، نحن عائله. بين اعضاء العائله ما في كلام يلي بتسمعي جمعية ومساعدات وأعاشي، منو موجودين هولي. وكم مرة كم مرة بقولها أنا كمان، نحنا منا شغلتنا لا نوزع رز وفاصوليا وحليب ولا نوزع مساعدات. نحنا لازم نكون مثل ما أنت بعائلتك وبعائلتي، نكون سند لا 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 لغيرنا. وصعب كتير إنه تقدري نحنا الصعوبة عنا مش إنه نقدر نجيب ناس نساعد، الصعوبة عنا نقدر نعرف منين هول الناس اللي نساعدهم ونقدر نخليهم يكون عندهم ثقة فينا ليقبلوا انه نحنا نساعدهم. لانه نحنا كمان بدي ارجع اقولها وهي بقولها كتير وهيدي لازم العالم كلها تعرفها، نحنا وصغار كنت لما انا كنت صغير كانت امي تقول لي اكرم بدك تاكل كل صحنك لانه في ناس ما معها تاكل، في فقرة، كنا نروح نشوف فقرة، كنا نفتكر انه الفقير هو حافة بيته تنك ما عنده بيت. اليوم تغيرت، اليوم الفقير انت فقيرة. صح. انا فقير. صح. كلنا فقراء اليوم صرنا، بس اليوم نحنا منا معودين، لا بالجين تبعنا منا معودين لا على الشحادة ولا انه نخسر كرامتنا. وهيدا اهم شيء، انك تقدري تكوني عون لشخص معك بعائلتك. نعم. بدون ما يخسر كرامته، يحس انه انا خي، نحن عائلة عم نساعد بعضنا. هيدي هي، وانا كتير بشدد على هالشي. بعرف وبيعلى صوتك كمان وقت تكون عم تحكي عن كرامة الانسان لانه بدك تنسمع. هيدا الشي انتبهت له انه أو يعني اكتر شي بزل الشخص لما تساعديه مقابل شي مقابل. ويعني انا بفضل موت من الجوع مع انه واحد يعطيني اكل ويربحني جميلة، اما يبعلي اسمي، اما يستعملني لامور. طبعا لامور كبيرة، لامور كتيرة. وكل هالامور واشرفية 2020 والمشاريع يلي بتعملوها وكونسبت شوي بمطرح انه بدل ما تعطيه سمكة يعلمه يتصيد، رح نحكي فيهم. ضيفي أكرم نعمي أمين سر أشرفية 2020، رح نوقف مع موجز إخباري وبذكركم إن إحنا لايف، وبعد الموجز منكفي القسم الثاني من حلقتنا. أكرم نعمي بريك وبنرجع. Thank you. أتعرف على أكرم من ورا جمعية 2020، جيت لعندهم وصرنا أكثر من صحبة.
يعني صرت انا وياه اكثر من اخوه وساعده بهالجمعيه وهو جاب لي هالمطوف جمعيه 2020 جابت لي اياها يعني وبيساعدوني بمدرسه بنتي الحمد لله ونزلني على الفيسبوك عنده على الجمعيه 2020 وبلشوا العالم يدقوا لي من ورا هيك صرت روحوا ودقوا لي العالم وصرت روحوا اجي مين ما بده مثلا بعمل له ورقه بجيب له علبه دخان شو ما كان الحمد لله كتر خير الله صار لي سنتين على هالموتور صار لك سنتين على الموتور؟ ايه اوكي وبقول السنتين تقريبا كم صار عندك زبون؟ عندي اكثر من 15 وين اكثريتهم؟ الشافيه 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 ايه سيطر على الشافيه ايه الحمد لله كنت عم تخبرني عن حلمك شو هو حلمي؟ يصير عندي زبونات اكثر هيدا هو مشان عايش بنتي بس مش اكثر ولا اقل هيدا حلمي تعيش بنتي مرتاحه وما بدي اكثر من هيك الله يخليلك الله يحفظك ميرسي إليك يلا طلبيات حبيبي ميرسي إليك رجعنا شو قصتكم مع أكرم نعمة أمين سر جمعية أشرفية 2020 وسمعنا بهيدا الفيديو جوزيف جوزيف هو من الأشخاص اللي كنا عم نحكي قبل الموجز إنه بدل ما تعطيه سمكة علمه يتصيد وهيدا الفخر يلي عنا إياه بس أنا جوزيف أنا أول شيء ما كنت حابب حط حدا يعني لأن نحن كمان بسياستنا يلي منساعده مثل ما قلت لك ما منروح منخبر إنه ساعدني ولا منعمل دعايات وإذا بتشوفي كل الفلومة تبعولنا اللي صاروا من 10 سنين لليوم كل العالم يساعدونه ولا مرة ببين شخص ولا مرة منربح جميلة حدا بس جوزيف غير شيء جوزيف صار أيقوني بالأشرفية والعالم بتحبه وهو مهضوم وجوزيف غير شيء وأنا جوزيف لإلي كتير كتير عزيز علي ونحن مع بعض عايشين كل يوم وهو نحن مزبوط أنه جربنا نساعده شوي صغيرة يعني بس أنه هو بيساعدنا كتير كمان بكفي محبته وخدمته وجوزيف تغيرت حياته وأنا هالشي هذا بيبسطني كتير مثل ما في عنا أكتر من 100 جوزيف يلي هني بالساعة السكت اليوم عم يقدروا يقفوا على اجريهم ويكونوا عندهم اوتونومية تبعيتهم وهيدي هي المساعدة انك تقدري تخلي ناس يقفوا على اجريهم ويحافظوا على كرامتهم ويقدروا يعيشوا والناس يلي بتساعديهم انه يقدروا يقفوا على اجريهم لما يقفوا على اجريهم هن بيصيروا بيساعدوا غيرهم كمان وهذا الافير البولدوناج اللي بيصير هيدي هي وبالفعل اصلا مثل ما انت قلت انه هي مش الغايه انه شو عم ينعمل هي الفكره انه جوزيف هو اللي قد ما كان محمص وفخور بنفسه اصلا انه هو اليوم رب عيله وعم بيقدر يعيش عيلته بكرامه وبكرامته له كمان هو اللي حب انه يشارك تجربته مزبوط والله يخلي له بنته بجنن جوزيف هيك اصلا ابتسامته هيدا تاني شخص شكله بيرسم ابتسامه على وجهك اكرم نعمه يعني شفنا كغال بابيكيان رئيسه جمعيه اشرفية 2020 وهلا شفنا جوزيف درقجي فمنوجه لهم كثير تحيات ويعطيكم الف عافيه خلينا نرجع شوي اكرم على هالقبيله اللي اسستها انت بقلب الاشرفيه اللي سميتها تريبو شو قصه تريبو أشرفية 2020 تشتغل للكوميونتي لحتى يكون عنا كوميونتي ونكون نضلنا قراب على بعضنا أشرفية كنية عن ضيعة هيدي ضيعتنا وربينا فيها وعنا إرث أخدينه من جدودنا ومن بياتنا وهذا الإرث لازم نورته لأولادنا نعم لتضل الأشرفية بجمالها بأنقتها بهالمنارة يلي هي موجودة فيها لتضلها موجودة اليوم تغيرت الايام واليوم مثل ما قلت لك الطبقه الوسطى بطلت موجوده اليوم صار شخص رجال ومرته صار من الصعب انه يروحوا على مطعم يقدروا يتغدوا اما يتعشوا اجتنا هذه الفكره والفضل لصديقي سعيد فرانسيس يلي هو سميها تريبيو هاي سعيد نعم وهيدي تريبيو خلقت هي ما لها علاقة بأشرفية 2020 بس هي تكملة لمشروع أشرفية 2020 هي كناية عن كلوب نعم. نادي خاص اللي هو جوا فيه بقلبه مطعم نعم. وفي شيف في 11 عائلة بتشتغل فيه يعني هو اللي بلشوا شغلهم هلأ مش انه اخذينه من غير مطاعم نعم. ومثل كأنه بدك تعتبره 300 شخص حبوا يكونوا شراكة بقلب مطعم نحن مندفع
تكاليفه أجاره موتوره موظفينه، ومناكل ومنقعد مع بعضنا بحق الكلفة. تريبيو ما عندها ولا ما بطلع مصاري، بالعكس نحن بنحط مصاري من جيبتنا. تريبيو موجودة لتكون مجموعين مع بعضنا بقلب هالتريبيو يلي نحن من يلي بتمثل أولاد الأشرفية، مع أنه مع كل الانفتاح يلي عندها لكل لبنان، مش أنه نحن منغلقين على بعضنا، بالعكس نحن منحب أنه، وأنا كتير بحب أنه يكون في تريبيو بكل منطقة بلبنان، حتى لي هالعالم تقدر تجتمع مع بعضها بطريقة كمان واحد يحكي، يكون أنه يروحوا يجوا بسعر رخيص، لأنه اليوم المطاعم صارت بس للإغنية. اليوم الطبقة الوسطى ما فيها تفوت على مطعم ولا فيها تتسلى ولا في عندهم شيء، ونسب الكآبة صارت كتير كبيرة من 2018 لهلأ. صحيح. يعني حتى نسب الطلاق كبرت كمان، يعني نسب الانتحار كمان كترت. في مشاكل كتير اجتماعية عم نواجهها، وعطول بكل مجتمع بيكون في مثل ما بعرف إذا نسميها شاف دو تريبيو أو ناس بيقدروا كمان يكونوا ليدرز بمجتمعاتهم. بعد شوي رح نشوف ونسمع بهجة سلامة اللي هو محاضر جامعي ورح يكون كمان عنده شهادة بهذا الموضوع، وبيشون خلق بقلب الأشرفية إن كان تريبيو أو أشرفية 2020، وشو قصة أكو مع هيدي الخبرية كلها مثل ما بحبوا يسموك النيك نيم تبعك أكرم نعمة. وبذكر كل اللي عم بيسمعونا وعم بيشوفونا هيدي أول حلقة من شو قصتكن، وقصتنا لليوم هي مع أكرم نعمة أمين سر جمعية أشرفية 2020. وهلأ رح نروح فيديو ونسمع بهجة سلامة. بالحقيقة المثل الحي لهيدي النظرية هو أكو أكرم نعمة، يعني بمعنى مش أفكار فقط، مبادر يعرف من ينتقي من الفريق حوله ويعرف كيف يخليهم يشتغلوا وقت اللازم يخليهم يشتغلوا. فمن هون من هيدي النظرة الأساسية للليدرشيب أنا برأيي هو مثل حي. هلأ أنا عرفت أشرفية 2020 من خلاله، وبعرف أنه في فريق عمل أكيد بادر معه، بس أنا تعرفت عليها من خلاله من قبل الأزمة الأخيرة. هيدي المبادرة وهيدي الفكرة اللي هي بتقول أنه من هنعمل سند بغياب الدولة وبغياب إمكانيات الدولة قبل الأزمة الأخيرة كانت مهمة، لأنه في جمعيات كتير بيحكوا وبيجيبوا بيطلعوا. هون أنا اللي لفت لي نظري أنه هذه الجمعية تفعل، يعني أنا بروح لعنده على المحل وبشوفه كيف قايم قاعد المحل، قلت له سألته كذا مرة شو أنت ما بتشتغل، لأنه قاعد شايفهم كله كريتين وقصص وهيدا وتليفونات وبدنا ندعم هيدا ويصرخ على هيدا تيحل له مشكلته. طيب هيدا كله شو هو؟ طبعا مع فريق العمل ما عم بحكي، هيدا يعني فعليا عكس ما يتوجه به أغلبية اللبنانيين حاليا واللي هي مشكلتنا. هون نحن بالأشرفية شفنا فعالية، شفنا ست ثغرات اجتماعية طبية أمنية كلهم بغياب الدولة. فكل هول المبادرات يلي اخرتها مبادرة اخر وحدة مبادرة نيبرهود ووتش، يلي مش بس سندت خلقت فرص عمل وسكرت كتير مشاكل كانت عم بتصير، والناس لمست النتائج من وقت اللي صارت. فكل هول المبادرات ونتائجها وسد الثغرات يلي هي حل أزمات بغياب الدولة، خلينا نرجع نقول بغياب الدولة وضمن القانون. يعني أنا بهمني كثير أنه كلهم هون بالتنسيق مع القيمين بالدولة، بالتنسيق مع الأمنيين، مش ما حدا فتح حسابه. هيدا أكثر شيء لفت لي نظري، مش عملية أنه فتحوا حسابه، سو بادروا عالجوا وصلوا وخلقوا هيدا الروح. هالروحية هيدا أكثر شيء تمثلت آخر شيء بالتريبير يلي هي حقيقة هي فكرة أكرم نعمة. بدل ما نقعد نجتمع هون وهون صار عندنا نادي خاص، مطعم خاص نتبادل فيه، تخلق هيدي الروحية، تخلق هاللوبي، تخلق روح التعاون، تخلق روح العونة يلي كان أصلا بلبنان. لبنان كله خلق وصار بضيعنا وهون على مبدأ العونة، يعني يجوا يتعاونوا تيعمروا له بيت كل واحد، وهيك كل واحد قدر يتجوز ويربي عائلة لأن كان في هذا التعاون. أنا برأيي أكرم نعمة مع أشرفية 2020 مع تريبيو مع هيدا الكوميونيتي قدروا رجعوا وخلقوها، وهي شغلة كتير حلوة وأنا فخور أن أكون حدوني معهم. سمعنا بهجة سلامة كان عم يحكي أكتر من نظرته كمحاضر جامعي عن تفسير الليدرشيب اللي بيشوفها فيها. بتشوف حالك هيك؟
أنا بشوف حالي لا ليدر ولا شيء، أنا بشوف حالي إني أنا بجرب كل يوم على بكرة أقدر أخلق إنه أعمل شيء جديد وفيد مجتمعي وفيد عائلتي وفيد مجتمعي. هذه هي القصة كلها. ليدرشيب بيجي من محبة الناس، من الثقة يلي بيكون عندهم إياها بالشخص. هذا هو، لما تحسي حالك إنك أنت بأمان وبثقة مع شخص، هذا هو بيكون يعني في فيك يعني أنت وياه تكون عندك نفس الأهداف. هذا هو يعني ما قصد ليدر ومش ليدر. يعني أكرم نامي كتار يلي رفقوك بهذا المشوار، يعني وصار لك سنين وسنين عم بتكون فاعل على الأرض بمجتمعك. مثل ما أنت قلت، أنا زلمة شارع، أنا إنسان للأرض. واليوم عم نسمع شهادات من الناس اللي هن أكتر شيء مقربين لإلك وبيقدروا بالفعل يوصفوا لنا روحية العمل اللي أنت عم تشتغله، وبشق الروحي كمان وبشق الاجتماعي والمجتمعي. بعد شوي رح بيكون معنا الأب جابرييل تابت اللي هو خوري رعية ماريو حنا بالأشرفية، تنحكي أكتر كمان عن تجربته كمان معك مع هيدي الكوميونتي اللي أنتوا عم بتجربوا تخلقوها وجربوا كمان تساعدوا فيها العالم. أكيد رح نسمعه بعد شوي بالصوت وبالصورة عبر زوم، ودفنت لي كمان رح نرجع نسمع شهادات تاني من أصدقاء ومقربين لإلك. اليوم الصداقات بحياتك قديش بتعني لك؟ هذا هو يعني هذا اللي بيبقى لك، هذا الغنى تبعي وتبع كل العالم، أنه يكون محاط بين محبة بتضامن مع هالأصحاب هولي، اللي أنا كمان بعتبرهم أنه هولي عائلتي. أنا عائلتي كتير كبيرة الحمد لله، والحمد لله أنه في محبة الناس يلي هي بتخليني بتحفزني كل يوم قوم واشتغل. هذه هي طيب مالي رح أسألك هذا السؤال، شو بتقول للناس اللي بيعتبروا العمل اللي عم تعملوه أنتوا اليوم بالأشرفية هو دعاية سياسية؟ كل واحد حر يحكي اللي بده إياه، كل واحد حر بيحكي اللي بده اياه عن جد. وسمعنا كثير من ناس، من سياسيين، من ناس. انا مشان حريه الراي، كل واحد حر يحكي اللي بده اياه ويقول اللي بده اياه، طالما نحن ضميرنا مرتاح وعم نشتغل، حاطين بلان عم نشتغل عليه، وبنعرف انه اللي عم نعمله نحن بنظرنا انه منيح. هلا اذا بده يحكوا العالم تحكي، لانه انا ما بحب ضيع وقتي بالحكي، بدي أقعد أتسمع على العالم. أنا كتير عالم بيسبونا وبيقولوا عنا، بخبروا عنا خبريات. الحمد لله أنا بضلني ماشي وأنا ضميري مرتاح وعارف إنه عم نشتغل ونحن أكيب أوادين، عنا مصداقيتنا، نعطي نتيجة. أهم شيء بنعمل نتيجة، منا حكوجية ومنظرجية. نحن قوتنا إنه نحن منا تابعين لحدا، منا تابعين لحدا، لا لمؤسسة عالمية ولا لدولة ولا لسفارة ولا لحدا. القرار تبع أشرفية 2020 بيتخذ بهالكوميتي اللي نحن 7 أشخاص فيه، وناخده على السريع، ومعنا رابورات نعمل لا لدول ولا لسفارات ولا تابعين لحدا. وأهم شيء حريتنا، ونحافظ على حريتنا. ونحن رفضنا كتير عروض من 5 سنين لليوم، عروض كتير مغرية، كان على صعيد الشخصي أما على صعيد أشرفية 2020، مشان لحتى لي نكون نحن ما الآخر، ما بدنا نكون موظفين عند حدا. نحن موجودين بالأشرفية لأنه نحن أنا وعم ساعد الكوميونيتي تبعيت الأشرفية، عم ساعد ولادي ومرتي وعائلتي وجيراني. هذا ما أنا، شخص منهم، أنا عم ساعد حالي قبل ما ساعد غيري كمان. أنا ما بدي، ما رح كون ولا رح نقبل إنه نكون موظفين عند حدا أبدا أبدا أبدا، ورح نضلنا مكفيين هيك ولحد هلأ، مثل ما بيقولوا عنا البركة إنه عم نكفي هيك، وكل يوم بيصير في عنا عجيبة. وأنا هالشي بحكي مع أبونا جابرييل تابت، مع إنه أنا هالشخص هذا قريب علي كتير، وبحكي كل شي بفكر فيه وحتى بسأله سؤالات. وهيدي البركة يلي عنا إياها، لأنه روحنا منيحة وروحنا طيبة وعنا مصداقية، وما في حدا ينمر علينا بشي أبدا، لا علينا ولا على نديم جميل. بإدميته، بثباته، بنظافة كفه، بأخلاقه، ما حدا في يحكي ولا كلمة عن هالشي هيدا. والحمد لله
بتقولي لي انه سياسه إيه لانه انا نحن لانه الشيخ نديم مظبوط مشروع نحن قلنا الشرف انه يكون نديم جميل مؤسس اشرفيه 2020 نحن نديم جميل بنشوف حالنا فيه رح ارجع اقول لك بنظافه كفه مظبوط نديم جميل منه دقيق بميل عام نديم جميل منه سارق نديم جميل ما عليه ملفات لا اخلاقيه ولا ماليه نديم جميل ثابت ب انا ماني زلمه كومبليمانجي ولا بعرف عامل كومبليمانات نديم لالي لازم لانه نوضح إيه؟ انه الشق السياسي بالموضوع مش موجود باشرفيه 2020 يا ما في ناس سياسيين رؤساء جمهوريه ولا انه بمطرح اذا بدك عم بينشروا الناس من هيدا المفتاح او في بعض الاشخاص بيعتبروا في مفاتيح ببعض المناطق الحمد لله هيدا اللي عم نوضح وانا سمعت انه انعرض عليك اموال لتبيع الداتا والناس مظبوط ليك القهر وين بيوصل القهر وين بيوصل حتى لي انا اكثر شيء جرحني باخر انتخابات هالناس يلي هذه حقيقة ما في ما يقول الحقيقة الناس يلي يجوا يقولولنا أما نسمعهم تعرفي نحن عايشين بالأشرفية بالأشرفية وبلبنان هذا الشيء منه بالأشرفية بس ناس يلي عطوا أصواتهم مقابل مال مقابل صناديق مقابل مساعدات هذا الشيء حربناه كتير كتير وهن الناس عطوا رأيهم وهن اللي انتخبوا ونحن بنحترم نتيجة الانتخاب بنحترم كل نايب طالع عنا مين ما كان يكون يعطي رأيه ويقول يلي هو عباله يقوله طالما نحن ضميرنا مرتاح وهذا الأهم أنه يكون الضمير مرتاح وما أكيد. في أجندة مخفية يعني بالموضوع يعني إذا في حدا إذا في حدا ترانسبران أكتر منا ما بفتكر يعني ترانسبران بالأوديت تبعولنا بشغلنا اليومي بكل شيء بنعمله يعني حتى البلاتفورم تبعيتنا يلي موجودة بباريس يلي هي justhelp.org يلي بيوصلنا وصلنا عليها مئات ألوفات الدولارات من وقتها لهلأ نحن ما شفنا ولا سنت لأنه نحن كيف بدون يقولوا عنك أنك سارقة إذا أنت منك أخذ مصاري نحن المبالغ كلهم اشترينا فيهم غراض من شركات عندهم نمرة مالية وتفقة ومش بس هيك بيطلبوا منا لأنه هني تابعين لفرنسا ويلي بيدفعنا بفرنسا بيخصم 66% من الامبو تبعوله وداخلين ببنك بلبنان في عندهم كومبلاينس نحن مش بس بيطلبوا منا فاتورة بيطلبوا منا البون دو ليفريزون يعني كل شيء موجود بكل شفافية ونحن اكيد ساعدنا ناس كثير رح نضلنا نساعد ناس ولا جبرنا حدا لا يصوت لنديم اما لغير نديم انا كثير يجوا لعندي يقولوا لي شو بدك اعمل لك قل له عمول ضميرك وامور يلي بريحك نعم. وهيدا الشيء نحن فخورين فيه حتى يعني انا عندي يعني كمان نديم لانه مثل خيي بعتبره يعني نديم ما عنده رابور مع المصاري هيدي مشكلته لنديم انا كثير انا الشيخ بشير جميل انا بعتبره انه هو من اكبر شخصية اجت بالقرن العشرين على بلادنا يعني وانا عندي لقله يعني اعجاب كتير كتير كبير وكتير قريت عنه وكتير حكيت مع ناس عاشروه وقعدوا معه وقريبينه اتسترا خبرني شخص كتير قريب منه كان لبشير انه بشير ما كان عنده رابور مع المصاري كنت قلو طب كيف كنتوا تعملوا كان يقول لي بدنا نعمل لازمنا شيء كان بشير يدق لحدا هذا هو مسؤول يقول له هو ما بيعرف يعني حتى الشيخة سولانج مرة سألتها بشير ما كان يعرف بالمصاري نديم عنده هيدا المشكل كمان لما اجي قلو نديم بليز تلفن لهيدا قلو بدي مصاري ما عنده حساسية عنده تابو للمصاري ما بيعرف ما عنده رابور مع المصاري ونديم شخص يعني انا صعب انه لدي شخص بيشتغل بالسياسة وبيكون هالقد كفونديف وبعد مرة بقلك اني انا مني زلمي بعمل كومبليمانات بعرف كتير منيح واصلا طريقة عم تحكي عنه هو اكتر كخيل كبير مثل ما انت سميت يعني هالقد بتحبه لدرجة انه بالفعل هو موجود بحياتك اليومية بالنهاية وعم تشتغلوا عن قرب سوا نديم. بس في اسئلة على طول مشروعة ولازم اكيد اهلا وسهلا باللي ولازم نطرحها لازم نطرحها ويلي عنده شي ضدنا اهلا وسهلا فيه كمان يتفضل نحن بكل شفافية بنستقبله سبق وقلنا انه رح يكون عنا اتصال مع الاب جابرييل تيبت اللي هو خوري رعية ماريو حنا بالاشرفية وصار معنا هلأ عبر واللي فضله كبير علينا كمان بدنا نقول له اهلا وسهلا علينا على اشرفية وعلي شخصيا كمان بونجور بونجور لكم وللكل مسيو نعمة اهلا فيك ابونا كيفك ميرسي الله يخليك يعطيك الف عافية ميرسي الله يعافيك ابونا شو بتخبرني عن اكو
هيك من 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 تجربتك الشخصية معه ومن تجربتك بالمجتمع كمان القلب الأشرفية. نحن صراحة كنت أكثر الخبرة مع أشرفية 2020، يعني كنت أسمع عن هالجمعية وأسمع عن أكرم نعمة، بس ما كنت كثير بعرفه، هيدي عم بحكي من كم سنة، إلى أنه سألت. كنا صراحة نحن كمان بهالأزمة وباللي عم تمر على لبنان مثل العادة، يعني الرعاية بيجربوا يساعدوا قدر الإمكان ناس يلي بحاجة، ولكن ما عندنا وحدنا كل القدرة حتى نساعد، بقى كنا عم نجرب نتعاون مع الجمعيات الموجودة. هلأ توجهت لأشرفية 2020 مساء أكرم نعمة، وبعد ما كنت بعرف وين فاستدليت وصلت، لقيت مثل جاليري موجودة، الأغراض كلها منزاحة على جنب بالقطع اللي عنده، ومستبدلهم بكريتين، مساعدات، ثياب، وعدت تحت الحكي وشو عم بيصير، وصلى عليه دايما بيكون مشغول وماسك الأمور بحماسة. فطار يجي ناس، يتصل ناس، وشوف أنه في أشخاص لا سمع فيهم ولا بيعرف فيهم، يتلفنوا له أنه نحن بحاجة لمساعدة، بدنا تكون حضنا إلى خليه، ويكون دغري عم بيلبي ودغري عم بيوكل ناس يعملوا، دغري عم يعطوا. يعني صراحة أنا تعجبت للطريقة اللي عم يشتغل فيها، وهالعطاء اللي كان عنده إياه، وهالاندفاع اللي عنده إياه للخدمة. ومن وقتها صرنا كل ما يكون في مشروع أو ناس بدون شيء، إن كان هو يمكن أقل لأنه صلى الله عنده شبكة تواصل كتير كبيرة مع المجتمع، إذا بحاجة لأي خدمة أو تواصل أو مساعدة بيحكيني، بس الأكثر إنه نحن وقت يكون في أشخاص بحاجة لمساعدة أو وقت هو يوصل له غراض، كان مرة حرمات ولا صناديق أكل ولا إلى آخره، بده يتواصل مع مدرسة معينة، بده يتواصل مع جمعية، بده يتواصل مع أي خدمة، يكون هو دائما المبادر، ويكون هو عنده الشيء اللي يقدمه للعالم والمجتمع. حتى حكينا عدة مرات بالأمور، يعني نظرته للحياة صار كأنها نظرة نبوية، يعني بعد هالخبرة اللي يمكن عايشها والحياة اللي مرق فيها، ما كنت بعرفها كثير، ولكن أنا وصل لمرحلة أنه أنا هون الحياة الباقية عندي هي تحت جرب أخدم وجرب ساعد وجرب كون حد الأشخاص اللي هن بحاجة لأي مساعدة. مشان هيك صارت وأنا كأنها انطلاقة ورسالة جديدة عم يعملها، إنسانية ومسيحية إذا بدنا، تحت يكون حد الناس عم بيساعد الناس. ففعلا يعني منشان هيك وقت قال لي انه في هالحلقة اللي على الراديو على الريال، دغري يعني ما بقولش انا بايزي في، يعني ما ابدا، ما نحن بنشكرك كثير تحت كون عم بعطي هالشهادة الحقة ضميريا بعمله بشغله بانسانيته بمساعدته للناس. يعني هلا صراحة اكو هلا عرفت، لانه بتعرفي يمكن ككاهن بيعطوني أكثر، بيبقى في ديستانس شوي مع الناس والأقريب، ولكن لقب حلو، وهو يمكن أكرم من هيك ما في. وهيدي نعمة حبيت كثير، لأنه كمان أنا علقت على الاسم أكرم نعمة، أكرم من هيك ما في نعمة، كتير حلو أبونا، thank you. يعني شهدتك بالفعل من قدرها، ومرسي أنه عطيتنا من وقتك اليوم، أكيد كان عندك نهار حفل بالقدديس، سرقينك نحن يمكن شوي، دائما بنصلي نحن وياه، وأنا هيك انعزمت كم مرة على التريبيون. تريبيون فعلا، يعني إن كان اللقاء أو الجو أو إلى آخره، كتير حلو. هلأ يعني أنا بقول ربنا يقويه، ولو ما في ناس حد ومؤمنين بالرسالة اللي عم يعملها وبالخدمات اللي عم يعملها وعم بيتعاونوا معه، ما كان قدر وصل للمحل اللي هو وصل فيه.
فان شاء الله ربنا هيك بيعطيه من ايده بيكمل بخدمة الناس ويكون حد الناس. انا بدي اشكرك الاب جابرييل تيب يدخل رعاية ماري يوحنا الاشرفية. ميرسي بوكو عطيتنا من وقتك ونهار الاحد خاصة. ميرسي لك. ميرسي لك ابونا. ميرسي. قدي حلو يعني هيك الـ 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 حتى التعريف عن الاسم يعني اكرم نعمة وكيف حولها ابونا فيها شيء من الحلو. ابونا جابرييل تيبيت نعم. فضله كبير علينا بأشرفية 2020 وفضله كبير علي انا لانه بصير كتير حديث انا وياه وبحكي ابونا تيبيت هو مثال عن الخوري المودرن اليوم يلي عنا اياه بالكنيسة المارونية. وهيدا شيء يعني نحن لما كنا صغار ما كان فينا نسترجع نحكي مع الخوري، كان في ديستانس كتير كبيرة بيننا وبينه. اليوم أبونا جابرييل أنا فيني أقول له كل شيء بفكر فيه هو بيخدها بكل رحابة صدر ونقعد كتير كتير نقعد نحكي مع بعضنا. ولا بدي أفسر لك شغلة أنه نحن بأشرفية 2020 بالتعامل مع فونداسيون أونس فونديشن يلي هي بتختص بالتعليم، أبونا جابرييل تابت هدينا طابق بكامل برعية ماري يوحنا وين بيجوا 90 تلميذ تقريبا كل يوم من الساعة 3 للساعة 7 بياخدوا دروس إضافية مشان لا يكونوا بالمدرسة أشطر وياخدوا نتائج أحسن. وهالشي هذا اللي فتحناه من سنتين واسمه مكتبة أخذ نجاح كبير، فتحنا سنتر تاني بالرمال كمان. واللي بدي أقول لك إياه أنه أبونا جابرييل تيبت كل شيء قدم لنا إياه من أجار من موتور من كهرباء من انترنت من كل شيء بدون أي مقابل. هاد التلاميذ ولاد الأشرفية عم بيستفيدوا من هالشي، وهيدي تاني سنة ونحن بنتشكره كتير وأنا بتشكره على الصعيد الشخصي كمان، لأنه أنا لما ببقى عبالي أحكي شغلة بحكيها هلقلو. حلو كتير الجمع بين الشق النفسي والشق الروحي والشق اليومي الحياتي عن جد بشخصيتك أكرم نعمة. ما بقى عندي كتير وقت بس بدي أسألك، ردنا على أربع أب، لأنه بعرف أنه أربع أب كان كمان نهار مفصلة إن كان لقلك على صعيد الشخصي أو على صعيد العمل الاجتماعي أو كأشرفية 2020، وبفتكر كمان هيدا النهار كان عنده تأثير مباشر بغير مطارح. أربع آب أكبر مصيبة إجت على لبنان بتاريخه الحديث. هيدا الشيء مش أنا عم بقوله، كل العالم بتقوله. شغلة صارت مثل ما قلنا ما فينا نقعد نبكي على الماضي. شغلة صارت، الانفجار صار، بعد شوي استوعبناه. كل واحد كان قاعد ببيته كان مفتكر إنه الانفجار صار ببنيته. بخمسة آب كنا 240 شخص على الطريق، ما بعرف كيف شو صار ما بعرف. بخمسة آب كان عندنا خيمة قدام المحل، كنا 240 شخص على الطريق، ما تركت حدا، ما قلت له حطينا على فيسبوك بدنا فولونتير. وما أنا مش مفتكر إنه بده يجيني فولونتير. إجينا ناس من تنورين، إجينا ناس بلدية المطيلب يلي بشكرها، بلدية جونية، ما شفناهم غير صاروا عنا. ابني يلي هو كشاف جاب لي أصحابه 200. وأنا بتذكر بستة آب لما كانوا عم بيشتغلوا بمركز الإطفائية كان مهبط ليشيلوا الحجار، كانوا 240 شخص ولاد أكتريتهم. بتذكر وقتها لقدرنا عملنا 800 ساندويشة ليأكلوا، بدوا يتغدوا، كيف بدنا نتلفي لنقدر نعمل 800 ساندويشة؟ وجبت لهم تقريبا شي 800 قنينة مي بس ليقدروا يأكلوا يقدروا يهدوا. نعم. أربعة آب بيّنت قديش هالبلد فيه تضامن، قديش نحنا في عنا بوسيبيليتي إنه نعيش مع بعضنا. أربعة آب بيّنت أنا بحب عطول شوف الكوتيل منيح يلي فيه، مع إنه نحنا كتير خسرنا بأربعة آب، خسرنا من أرزقنا. كريستال العظم الله يرحمها كانت صديقتي، كانت تجي على أشرفية 2020، أنا فوق مكتبي كل يوم عندي صورة ألكسندرا نجار الله يرحمها. أربع آب جرح كبير، بس نحن بدنا نطلع لقدام ونشوف كيف قدرنا بأربع آب اليوم سنة 2023 تنزلي على المنطقة وترجع تشوفيها معمرة. لازم نضلنا هيك، لازم عطول نفكر بطريقة بوزيتيف لنقدر نتقدم لقدام. أكيد لازم دايما، وما لازم نغفل كمان عن المحاسبة، وإن شاء الله نقدر نوصل. إذا ما في محاسبة على هالأرض في محاسبة غير مطرح، عدالة السماء.
حلو إيمانك، حلو إيمانك وحلوين أصحابك، في اثنين جابرييل بحياتك بتحبهم. هلا رح نكون بزوم كول مع جابرييل رزق يلي هو كمان من المقربين لإلك ومن القبيلة من تخبو كمان، هو من الناس اللي ساهموا. مرحبا جابرييل. بونجور زينة، كومان سافا؟ سافا تخبيا، وانت؟ الحمد لله كثير منيح. مرة سألته لأكرم إذا في حدا بتعتبر إذا بدي له بيرد عليك دغري بلا ما يسأل، قال لي جابرييل رزق. فمرسي عم تعطينا من وقتك نهار الأحد بعد الظهر. بسيطة زينة، مشكلة إنه أكرم سبقنا كنا ما فينا نلحق بكل شيء على يعني بكل المجالات. هالشخص شو ما تطلب منه، مين ما يطلب منه، بقول له تكرم حاضر وبس اعطيني وقت. والوقت تبعه دقيقتين ثلاثة يعني، منا كثير خلزانة، عرفتي؟ قوته انه علاقاته عالم بتصدقه، ما في شيء بيجي وبيخليه لقله، كل لقله للعالم واللي ما قاله للعالم يعني. واللي ما قاله للعالم، هيدي اللي كان بدي اسألك عنها، لأنه لفتني نظري وقت قلت لي إنه شو ما ينسأل بيقول لك بتتدبر أو ألا بدبر. وبحديث أنا وياه كمان قلت لي إنه كأنه كل الوقت عم بيصير معه عجايب. إيه، في نعمة عليه، جراس نحن بنسميها، ما بعرف كيف الله بيرزقه. بيكون عايز شغله مبلغ معين، شوي بيجي حدا بدق له بقول تفضل، بيكون عايز تلميذ حدا جوعان. بدك تعرفي زينة شغله كثير مهمه، كان عم بيحكي اكرم، 4 آب قلبت مجتمع مثل ما هو. الازمه اللي اجت 2019 اكرم حواليه عالم متوسط، الطبقه المتوسطه بالبلد، انت بتعرفي هي بتعيش البلد. نعم. الغني بيصرف برات لبنان، والفقير فقير معطر قد ما في العالم بتساعده أو إذا حدا من قريبه. بس الطبقة الوسطى لما انضربت، أكرم كان عم يطلع فيها هيدي الطبقة، عم بقول أنا بين 65 و80 سنة، هودي عندهم مثلا حسبي شو بعرفني جوزر المرأة كان بنقابة المهندسين، أوكي، تقبض بالشهر رانت 800,000 ليرة، كانت بوقتها تعمل 500 دولار، كانت عايشة، ضلت ال 500 دولار تقبضها هي زيتها، بس صارت 10 دولار. هيدي دقت بابه لأكرم وطلع فيه، لأنه هو عالم منه كيف ما كان، معلمين وفهمانين، بس ما بيقدروا يرجعوا يعملوا حياتهم عن جديد بالعمل. هو توجعوا كثير هالناس. نعم. وبعمر صعب تدق باب حدا، لأن تعودت كل حياتك عايشي بال، ما عم نقول فوق الريق ولا هيدا، بس حق. نعم. مظبوط. باكتفاء. هو العالم انفقر للأسف. هو العالم فتش عليهم أكرم. هو فتش عليهم. نعم. وأكرم منه مثل المؤسسات الخيرية، مؤسسات خيرية تعرف تيجي تعمل ستاتستيك بتدي 3% مثل الأمم المتحدة تحت. نعم. الفقر من شو بيعطوا ستاتستيك، بس لما يوزعوا بيطلع كل اللي عم بوزعون لعالم مرتاحة، ما عايزة مصاري ولا عايزة أكل. أكرم نعمة بيعمل دور تو دور، بيجي واحد بده مصاري بيبعث له شخص عنده معارف كتير بيقول له روح عنده على البيت شوف لي مزبوط هالزلمة، يعني عن جد بيورد غيره كمان بيوردكم معه جابرييل حسب ما عرفت. بدي اسال لانه عن جد ما بعرف كيف عم يسرقنا الوقت ونحن مباشره على الهواء يعني. جابرييل بدي بس تخبرني عن تريبيو، لانه كمان كنا عم نرجع نحكي عن تامين فرص العمل. خبرني شوي عن تريبيو، وكم في فرصه عمل او كم في عائله عايشه بكرامتها من وراء تريبيو. تريبيو بتدفع معاشات تقريبا ل 11 شخص. نعم. كل الناس الموجودين بتريبيو على باز انه هو فولونتير، يعني بيشتغلوا ما ضروري انتبه يقبضوا شيء، بس اللي عم بيقبضوه هو اكرم لانه بحس معهم وبحسوا بلاهم ما بيقدروا يكملوا حياتهم. نعم. هو العالم اذا بدك تريبيو بالنسبه لهم تبني لمجتمع معين، وبنفس الوقت هي لانه منهم بروفيشنال، عرفت يعني عم تجي تدفعي لهم معاش. نعم. تقريبا مثل سعر السوق، لانه في كوتيزاسيون بتدفعوها المعاش. نعم. دكتور بس ما عندهم فكره شو يعني مطعم، ما عندهم فكره شو يعني اكل. ما عندهم فكره يعني، بنتقبل اغلاطهم، عرفتي، لانه الاكل دقيق. مزبوط. ما بيعرفوا يخدموا الناس، بس نحن قلنا الهدف من هالشغله كلها ان هالعيال يكونوا يحسن وضعهم الاجتماعي ويعيشوا بكرامة. وهذا اللي بدنا نشدد عليه أكرم، العيش بكرامة.
مظبوط. أكرم ما بيعطي مصاري لواحد وبفل، بدبر شغل العالم، بيعطيه أول مرة تيساعده تيقول له أنا حدا، تاني مرة بدبر له شغل، تالت مرة بشوف بلاحه بشوف إذا معاشه كافي، إذا مش كافي بدبر له شغل تاني. يعني بنمي المجتمع. يعني أنا بقول ليه للناس، يعني كل الهود الـ ONG الكبار أنا بقول يا ريت بتعلموا منه كيف بتعاطوا مع العالم، وقديه كريم نفسه، قديه ما بعينه شيء. هيدي كتير مهمة، وما عنده قيمة للمصاري إلا القيمة اللي بتخلي الناس تكون مبسوطة أكثر من ما هي قيمتها. شو بتعمل له وتعيش بكرامتها وما تعوز حدا. مزبوط. أنا بدي أشكرك كتير جابريال رزق، thank you كنت معنا عبر زوم وشيتك بأكرم نعمة، thank you so much ويعطيك ألف عافية. ميرسي زينة، thanks، يعطيك العافية إلي. ميرسي. بعد معنا خمس دقايق، بهيدي الخمس دقايق بدي تقلي عن كم شغلة على السريع. شو أكبر فخر بحياتك؟ صالح ويومنا. صالح ويومنا ولادك. شو حلمك؟ إنه يعيشوا عيشة كريمة ويكونوا مبسوطين مثل ما كل بي بيحب إنه أولاده يكونوا مبسوطين وعايشين عيشة كريمة. والشيء هيدا يعني أنا لألي كل حياتي لألهم. الله يخلي لك إياهن. الله يحفظك. بدي أعرف منك أغرب قصة صارت معك بكتير سرعة، يعني إذا فيك تخبرني إياها بدقيقة لأنه ما فينا نختم بلا قصة بكون ممنونتك. أغرب قصة صارت معي إيه؟ فيلم سينما. هلا اذا بخبرك اياها ايه ما رح تصدق، يعني منه ما اللي هي الحكي مش مثل الشوف. نعم. بدق لي شخص. نعم. بيقول لي اكرم لازم تروح على هالمطرح بمنطقه البدوي. نعم. في مشكل بالطابق الرابع بهاي البنايه. قلت له هلا ما عندي وقت، قبل بساعتين ما فيني اروح. قال لي جرب روح. قلت له ولا ممكن نقدر نروح. نعم. بعد ساعتين اخذت جوزيف على الموتوسيكل وركضنا. نعم. بنايه عمرها 100 سنه، رابع طابق بلا اسانسور. ركضت انا، قال في وحده مره بتفتح لي، وحده مره قصيره هيك عمرها شي 80 سنه. مرحبا قلت لها. قالت لي انت اكرم؟ فوت. فت مسكتني بايدي واخذتني على الاوضه. انا قلت هذا اللي ببعتني انا قلت له اعمل له شي كاميرا خفيه، اما الشغله اما شي حدا عامل لي شي شغله. نعم. جايين ناصبين لي شي فخ. انا شوي خفت يعني ضل صرت منقص. قلت ماشي ماشي معي على الاوضه، هو البيت هالقد صغير. فت على الاوضه عم بلاقي لك واحد عامل هيك وبارم تمه بالتخت. قلت له خير شو القصه؟ شو في؟ عم بقول لك يعني هيدا يعني في سينما. ايه كله عم سينما. قالت لي هيدا جوزي. قلت له ايه خير ان شاء الله. شو بو؟ قالت لي مات عبكرة جيت هزيته ميت. أنا طلعت فيه أنا هيك ميت الزلمة، ما بطلت فهمين شيء أنا شو عم بعمل هون. بعدين بيجوني شابين من ورا، بيجوا شابين هيك من ورا. طلعت قلت له خير إن شاء الله، مين حضرتك؟ قال لي نحن أولاده. وهي المرة تقول لي مسيو أكرم مسيو أكرم وعدوني إنه أنت بدك تاخده. قلت لها وين بدي اخده؟ قالت لي وعدي انه انت بدك تاخده. قالوا لي انت كويس بدك تاخده. لا وين بدك اياه؟ قال لي خيي نحن بالعربي المشبرح توفى الوالد وحالتنا هيدا، ما لا فينا نتلفن للبراد ولا فينا نتلفن لدفن الموتى ولا فينا نتلفن لحدا، مشان لحتى لنا قاعدين صرنا وناطرينك. قالوا لنا رح حكوا مع اكرم. وهذيك المره تقول لي هذي المره مش بالها بشيء غير بالها انه اخده. قالت لي وعدي انه بدك تاخده. قلت لها يا عمي طول بالك رح ناخده. تلفنا وعملنا النسيسير وعملنا له مقتم كمان بكرامة. طبعا يعني لقلك لوين وصل المجتمع اللبناني لحتيلي واحد يمثله ميت ما يقدر. حاطينه بالفرشة من الصبح وولاده ومرته ما معهم يهزوه، ما فيهم يهزوه. يعني مين كان قال انه المجتمع بيصير هيك؟ اللي بيصير بالاشرفيه بيصير بكل مناطق لبنان. الانماء يلي منه موجود عندنا موجود. مزبوط. مش موجود كمان لابن راس بيروت، كمان لابن الضيع. صح. مش عم نقول عن الاشرفيه بس. صح. مين كان قال انه هالشي نوصل لهالشي هيدا؟ اليوم اذا بدي اعمل هيك تلخيص صغير وبدك انت تقلي شيء ممكن تعدي في غيرك بمجتمعك
نحن موجودين، نحن موجودين بحقبة بلبنان، هي الدنيا نعم. كلها دورة، كل الحياة سيكل. نعم. نحن قاطعين بسيكل عاطل، بس قطعنا بكتير من أيام الرومان نعم. للعثمانية للسورية للفلسطينية قطعنا بكتير مراحل، نحن قاطعين بسيكل عاطل، ولا أكيد بده يرجع ترجع الشمس تشرق علينا عن جديد، هيدا أكيد، هيدا شيء ماتيماتيك. من هلأ لوقتها نحن عنا إرث ورتينه من جدودنا، لازم نشتغل. نشتغل. ما بتقوم المجتمع غير بالشغل، لا بيقوم بالكسل نعم. ولا بيقوم بالأراجيل ولا بيقوم بنقعد على الكنبية ما نعمل شيء، نحن لازم نشتغل وكل يوم نشتغل لحتى نقطع هذه المرحلة، ورح نقطع على هذه المرحلة بس بجهودنا وطالما الدولة منا موجودة بالوقت الحاضر نعم. نحن بأشرفية 2020 نحن رح نجرب نسد كل فراغ الدولة منا ما عندها إياه من ضمان اجتماعي، عملنا تأمين لشبابنا نعم. لأولاد الأشرفية، للأمن اللي عملنا نيبرهود ووتش، للعلم، للطبابة، لكل المجالات مطرح ما هي الدولة مقصرة، عم نجرب إنه نكون ما نكون مطرح الدولة، ولا نحن بدنا نكون مطرح الدولة، بس لكننا قطعنا هيدي المرحلة. نحن مش نحن ما عبالنا لا نقعد على الطرقات بالليل مزبوط. ولا عبالنا نعمل غشي نكون. بس اليوم هيدا هو أشرفية 2020، هيدي رسالتها، ولحديت ما يوصل لبنان عبر الأمان، ولبنان رح يوصل عبر الأمان، وإن شاء الله بيوصل على بر الأمان، وبدنا ننهي بطريقة هيك إيجابية مثل ما أنت قلت، إلا ما ترجع بالآخر الشمس تطلع. أكيد. بدي أشكرك أكرم نعمي. أنا بدي أشكرك أمين سر جمعية أشرفية 2020، أنا كنت معي وبدي أشكر صوت أول لبنان. قصة من صوت لبنان عزيز علي، صوت لبنان وإنت يلي عزيز. هو صوت الحرية والكرامة، وهيدي قضيتي الحرية والكرامة، وأنا بدي أشكرك كتير أكرم نعمي أنك شاركتنا قصتك، وأكيد رح نرجع نلتقى أحد الجاي بقصة جديدة، ودايما لازم نضل نسأل شو قصتكم. بدي أشكر كل فريق العمل يلي كان اليوم بالريجي، هيدا الحلقة كانت لايف، هيدا أول حلقة لقلي من صوت لبنان، بدي أشكر كمان صوت لبنان يلي تفيه سمي الكل، بس بفتكر هلأ الكل رح يمرق بالجنريك، ميشيل حاج جورجيو شكرا، عماد راجي شكرا، باميلا أستوريان، بدي أشكر كمان شربل الحلو توني تارك، بدي أشكر كمان ديما عبد وديما عبد الملك، و thank you so 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 much. إن شاء الله تكون هيدا القصة أثرت فيكم مثل ما أثرت فيي، وأحد الجاي رح أرجع أسأل شو قصتكم. 3:30 بعد الظهر.